الشباب بيعاني، الشباب عايز يشتغل بعد ما جرام الذهب زاد عن 200 جنيه ومتر الشقة زاد عن 2000 جنيه، الجواز بقى زي الحج لمن استطاع إليه سبيلا. الوضع بقى صعب فعلا. والله الناس بتعاني معاناة شديدة. رسالتنا في حزب النور عايزين حاجة واحدة بس بصراحة، ايه؟ الحيلولة دون تدفيه الشباب. احنا عايزين الناس، احنا عايزين شباب مصر لا يبقوا ابطال ولا يبقوا ضحايا، احنا عايزينهم يبقى مواطنين عاديين يمارسوا حقوقهم العادية. تدفيه الشباب، معلش بمنتهى مع احترامي لأي حد تاني، انا بقول مع احترامي بس خليني اعلق، يعني ايه مهرجان ما فيش صاحب يتصاحب؟ هو اللي مسيطر على اليوتيوب اكتر من 14 مليون مشاهدة بفضل اللي احنا بنلف في كل المحافظات، في كل المحافظات. تخيل لما بقى في الوادي الجديد في الدخلة والخارجة توك توك معدي، ما فيش صاحب يتصاحب، ما فيش راجل بقى راجل. في المنوفية هتتعامل، هنتعامل طلع سلاحك متكامل. في البحيرة هتعورني هعورك وهبوظ لك منظرك. انا اضطريت اقول ولاد سليم اللبنين في كل حتة مسمعين.